ومع هذا التطور الميداني اتهم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قوة الدعم السريع بالمسؤولية عن أحداث القيادة العامة التي قتل فيها العشرات عام 2019، معلنا عزم الجيش على إنهاء الحرب التي قال أنها فرضت عليه. ده كله عشان ترضي غرورك ولا ترضي نفسك. احنا يا إخوة الجماعة القائدين الحرب دي عندهم أهداف خاصة وأغراض خاصة لهم هم. من فضل اعتصام ومن قبله كل الجرائم ارتكبوها في حق الشعب السوداني دايرين يغطوها ودايرين الناس تطفطفوها، لكن التاريخ والأيام ستثبت الغصب والغرض من الحرب دي شنو. وعبر الهاتف تنضم إلينا مراسلة المشهد سالي بابكر من ولاية نهر النيل. أهلا بك سالي. إذا تطورات عسكرية ميدانية كبيرة في الأيام الأخيرة وربما سيطرة الجيش على مواقع جديدة، ما التفاصيل لديك؟ نعم مالك، بالفعل يعني التطورات الميدانية لا زالت المعارك والمواجهات مستمرة بين الجيش والدعم السريع حول محيط القيادة العامة للقوات المسلحة، واحتدمت في الأيام الماضية قرابة الأسبوعين، إلا أن اليوم يمكن أن نقول تراجعت حدتها، وكانت الاشتباكات والقصف بشكل متقطع حول محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني في وسط الخرطوم، وكانت هنالك في صباح هذا اليوم غارات جوية من الجيش السوداني لمواقع لتمركزات الدعم السريع في شرق الخرطوم منطقة الجريف غرب، وكذلك عدة مناطق الواقعة بالقرب من جسر المنشية الرابط ما بين الخرطوم ومنطقة شرق النيل الواقعة شرقي الخرطوم. كذلك أيضا تجدد الاشتباكات والقصف المدفعي من شمالي منطقة قاعدة كرن العسكرية تجاه تمركزات الدعم السريع في عدة مواقع، منها حول جسر الشنبات الرابط ما بين مدينة الخرطوم بحري ومدينة أم درمان، ومحاولة الجيش للسيطرة خاصة من الجهة الغربية لجسر الحلفاية الرابط ما بين مدينة الخرطوم بحري ومدينة أم درمان في هذه المنطقة التي يعني تعتبر هي منطقة يقع بها هذا الجسر الرئيسي، منطقة الحلفاية في شمال بحري. ومنذ بداية هذه الاشتباكات وقوات الدعم السريع تحاول التمركز في منطقة الحلفاية وبالقرب من جسر الحلفاية تحديدا من الناحية الشرقية، وبالقرب أيضا من معسكر الكدر، وهذا المعسكر التابع أيضا الواقع في شمال بحري في منطقة الكدر والتابع أيضا للجيش السوداني. يحاول الجيش أن يجدد القصف المدفعي بشكل يومي نحو تمركزات هذه تمركزات الدعم السريع في الناحية الشرقية من جسر الحلفاية وفي أيضا مناطق. نريد أن نتحدث معك سالي على الأوضاع الإنسانية في هذه المدن التي تشهد معارك مستمرة، كيف تبدو الصورة فيها؟ ما هي المستشفيات التي ما زالت اليوم قادرة على تقديم الخدمة الإسعافية والطبية؟ يعني ملك صعوبة الوضع الأمني في تلك المناطق سواء كانت العاصمة الخرطوم أو في ولاية دارفور، هذه المناطق التي تشهد نزاع مستمر بين طرفي الصراع والشباكات مستمرة، صعوبة الوضع الأمني فيها يعيق عمل منظمات العون الإنساني سواء كانت محلية أو دولية هذه المناطق، وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها. فقط تعداد قليلة جدا من المساعدات الإنسانية وصلت بحسب منظمة الأمن الغذاء العالمي التي يعني بحسب المصادر فيها ذكرت بأن هنالك مساعدات إنسانية وصلت إلى ولاية الخرطوم لأكثر من 250 ألف شخص في العاصمة الخرطوم، وهي عبارة عن معينات فردية وهي عبارة عن أغذية تحاول توفيرها لتلك المتضررين. نعم. في تلك المناطق كذلك أيضا لأكثر من 15 ألف شخص دارفور وتحديدا غرب دارفور. نعم. واضح سالي، شكرا لك مراسلة المشهد سالي بابكر من ولاية نهر النيل على جميع هذه التفاصيل.